اوكي، امال ايه المشكلة الحقيقية اللي عندنا؟ المشكلة الحقيقية عندنا ان ال URL بتاعي معلهوش حماية، معلهوش حاجة اسمها ايه جارد، فمحتاج ان انا اعمل له حتة الجاردز دي. بمعنى ايه؟ دلوقتي انا مش لوجد ان. اوكي، طيب هل اقدر اكسس اي صفحة من صفحات الادمن او بروفيسور او المفروض لا، مفيش في الابليكيشن لينك يوديني على طول. لكن فعليا هنا لو جيت كتبت ادمن هوم هلاقي اني دخلت عادي، ودي المشكلة. باكسس يعني راوتس مش من حقي لان انا مش لوجد ان اساسا. لا، تعالى نعمل لوج ان. اوكي، بس انا بلوج ان كايه؟ كادمن، فالدنيا تمام. لا، تعالى وانت ادمن دخلت على ايه البروفيسور، فتح لك صفحة البروفيسور. بقى دي المشكلة التانية، بقى عندي مشكلتين لازم احلهم بالجاردز. اوكي، مشكلة هي ايه؟ الاولانية ان انا لو مش اوثنتيكيتد اصلا بقدر اكسس اي راوت، ولو انا اوثنتيكيتد كرول معين بقدر اكسس الراوتس بتاعت ايه الرولز الاخرى. يعني انا داخل كادمن واقدر ايه اكسس كبروفيسور. فدي المشكلتين اللي عندي، فحلهم ايه؟ الجاردز. الجاردز نقدر نقول عليها زي ايه؟ زي حامي للراوت. يعني انت في راوت وعايز تروح لراوت تاني، فالاول عندك زي ايه حارس كده يقولك لا استنى هتشيك الاول انت مين يعني. اوكي، فانت لو اوثنتيكيتد الاول هتشيك ايه اوثنتيكيتد ولا لا. يعني افترض ان الراوت ده عشان تاكسسه لازم تكون لوجد ان وبرول معين، فالجارد ده هيتشيك الموضوع ده. لو انت اوثنتيكيتد اوكي الرول بتاعك ايه اوكي يبقى تمام، مش اوكي هيرميك او يريدايركت لراوت تاني لان انت مش ايه مش اوثنتيكيتد او الرول بتاعك مش صح. طيب فاللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل انك هتيجي دي الراوتس بتاعتك، كل راوتس هتحط عليها جارد. بمعنى تعالى كده عندك 3 راوتس دول بتوع الادمن، الهوم والشو يوزر والابديت ايه يوزر، هما دول. دي الادمن هوم اهو، والشو يوزر اللي هو دوت، والابديت يوزر اللي هو دوت. طيب فالتلاتة دول عايز تحط عليهم جارد، ما ينفعش اكسسهم الا لما تكون ايه اوثنتيكيتد ومن نفس الرول. حلو كده؟ طيب فهنعمل كومبوننت عادي خالص، الكومبوننت ده هيأكت از جارد، ودول الشيلدرن بتوعه. اوكي كده؟ طيب يبقى تعال نعمل راوت عادي خالص كأنه كومبوننت، بس الفكرة ان هذا الكومبوننت ملوش باس. يعني ايه؟ انت لو حابب تكلم هتكلم التشيلدرن، وهو هيوقف لك ايه كحارس بس كده ايه يمنعك قبل ما تدخل عليهم. اوكي، ف يبقى الجارد نقدر نقول، او يعني ممكن تقول له باس ايكوال ومفيش حاجة يعني. اوكي، طيب عادة ما بنكتبش باس دي، وبنقول له على طول الكومبوننت اللي هيأكت از جارد يبقى element، وخلينا نكريت الايه هذا الكومبوننت. ف تعالى في السورس نعمل فولدر اسمه guards. طيب والمفروض ان كل مجموعة routes هتعمل لها guard، تعمل لها كومبوننت هنا الجارد ده. اوكي، طيب الكومبوننت اللي هي act as a guard. طيب وليكن ان احنا عملنا كومبوننت هنا اسمه ايه ادمن. اوكي، ادمن دوت جي اس مثلا، او ادمن جارد. طيب هو في الاخر كومبوننت، يبقى كومبوننت از ا فانكشن يعني هنسميه ايه كونستانت ادمن جارد ايكوال الكومبوننت بتاعه، ونعمل اكسبورت. اوكي، طيب وهنا هنتشيك الايه التوكن والرول. حلو كده؟ طيب
وبتستخدمه بقى هنا as a guard. اوكي زي ما قلنا في الصورة، حاجة يجي لها الراوت الأول يتشيك، وبعدين يردايركت لو انت مش الشخص المفروض تاكسس، ولو انت تمام يعدي لك الايه، يوديك للراوت بتاعك اللي هو التشيلدرنز. اوكي طيب اسمه ايه الجارد؟ ادمن جارد. طيب حلو كده. طيب هذا الادمن جارد ليه تشيلدرن، مين الراوتس اللي بيحميها، اللي هي مش هتقدر تاكسسها الا لما تعدي من الايه، ادمن جارد. فتعالى كده امسحهم من هنا وخليهم كتشيلدرن لمين، لهذا الجارد. اوكي وزي ما قلنا الادمن جارد ملوش باس، فالحقيقة ايه، انت مش طالب باس لده، انت طالب مثلا سلاش ادمن هوم. ف والريكوست وانت رايح لهذا الكومبوننت ده هيقف لك في النص كده يتشيك ايه الدنيا كلها، كأنه فلتر بيتشيك ريكوست قبل ما يوصل للايه، للكومبوننت ذات نفسه. اوكي طيب تعالى بقى نتشيك هنا، هنتشيك ازاي؟ ببساطة شديدة هنتشيك اول حاجة التوكن موجود ولا، يبقى انت كل اللي هتعمله ايه، اول حاجة هتقول له constant token، هنكلم الفانكشن دي اللي في السيرفيس طبعا اللي هي get us token يعني، وهيرجع لي التوكن واليوزر. اوكي get us token. اوكي بالشكل ده. طيب وهتبدأ بقى ايه تتشيك، هتتشيك مين، ان في يوزر او توكن، ان في توكن، يبقى انت ما انت الراوتس دي ما تقدرش اكسسها الا وانت اوثنتيكيتد والرول ادمن، فهتتشيك الحاجتين دول. طبعا دي فايدة بقى الايه الجي دبليو تي توكن، لو انت مش ماشي بكونسبت التوكن ده او مخزنه في الداتابيز وبتماتش وبتاع، فانت هتضطر ايه تبعت ريكويست للداتابيز تجيت الايه الرول والكلام دوت. اوكي فاحنا الدنيا هنا ظبطت شوية. اوكي طيب if a token، لو التوكن تمام، او ممكن نختصرها على طول نقول له ايه يعني نريترن على طول، نريترن ايه حاجة من الاتنين، يا هتريترن للراوت نفسه اللي انت طالبه يعني انت اوثنتيكيتد والرول تمام فهتكمل الريكوست بتاعك. اوكي يعني لو انت طالب الادمن هوم هتروح للادمن هوم، او يريدايركت لو انت مش ايه مش اوثنتيكيتد او الرول بتاعك غلط. فهتقول له ايه، ايه الكونديشن بتاعك، اول حاجة انت هتريترن هنا ايه، المفروض ان ريتيرن زي كومبوننت. طيب تعال نكتب الكونديشن بتاعنا، ايه الكونديشن، اول حاجة ان في توكن. اوكي ان التوكن تمام، انت كده يعني التوكن مش منال، اند ايه اند ان اليوزر دوت رول ايكوال ايه اد، تمام كده. فلو التو كونديشنز دول تمام، لو تمام ايه، خلي الراوت يكمل بقى يعني، لو انت طالب تاني، لو انت طالب ادمن هوم روح بقى يعني انا هنا وقفت الراوت لحد ما تشيك، لا كمل بقى. فدي بنسميها ايه، اوتلت يعني، شوف انت كنت رايح فين، اوتلت تاني يعني شوف ال URL اللي فوق اللي انت كنت كاتبه وكمله، عادي انت تمام انت اوثنتيكيتد كده، يبقى اوتلت. اوكي طيب لو لأ، لو الكونديشن ده كان فيه مشكلة، سواء ان التوكن ان مفيش توكن اصلا مش لوجد ان اصلا، او لوجد ان بس برول مختلف، اعمل ايه، ريدايركت اللي هي عاملة نافيجيت 2 دي.
اوكي طيب نافيجيت تو ونافيجيت لازم امبورت هنا. طيب لمين؟ لللوجن. روح اعمل لوجن الاول قبل ما تاكسس ايه الداتا دي. تمام كده اعتقد الدنيا ايه ما مش صعبة يعني. اوكي يبقى كده اي حد هيكلم التلاتة دول بتوع الادمن لازم يعدي الاول على الادمن جارد. الادمن جارد بيتشيك على ايه التوكن والايه واليوزر. اوكي طيب تعال نجرب بقى انت داخل كايه كادمن. داخل كادمن او خلينا ندخل ماشي تعالى تعالى الاول وانت لوجد اوت كده ادخل على ادمن هوم. مرضيش شوف ماله جاي يروح لقى الجارد في وشه قال له ايه سكتك واخلع ليه نافيجيت للوجن تاني ليه لانك انت مش لوجد ان. طيب لا افترض انت لوجد ان بس بمين بالاخ اللي هو دوت اللي هو البروفيسور اهو. تعالى هنا اكتب ادمن بقى وداك على ايه على اللوجن برضو تاني ليه أو يعني اللي هو منعك تدخل على المين على الادمن. طيب يبقى هتعمل الجارد ده شاطر لمين تاني لل بروفيسور المره دي ايه محدش يقدر ياكسس هذا الراوت الا يمكن يكون اوثنتيكيتد وايه والرول بروفيسور. طيب يعني تعمل واحد تاني للايه للبروفيسور. طب مش ده تكرار انت نفس الكود بس بدل ما دي ادمن بروفيسور يبقى نفس اللي عملناه فين لو فاكر في الرول هنا كنا لقينا ان دي اتكررت الميدل وير دي اتكررت للادمن وللبروفيسور والبروفيسور وللستودنت. طب على ايه اعمل 3 فايلات وهي نفس الفكره هي بس تغيير. ف قدرنا نعملها بايه بطريقه ان احنا نبعت الرول نبعت الرول يبقى لو فاكرين يعني بنقول له مثلا مجموعة الراوتس دي مالها دي بيأكسسها الأدمن فقط فبعت للميدل وير دي الايه الرول اللي ينفع ايه يأكسسها وجوه هذه الميدل وير بتتشيك بقى في الريكوست اللي جاي لك الرول ايه من التوكن هل يوازي الرول اللي مطبعوت لي المبعوت لي منين المبعوت لي من مع الفانكشن هنا. فلو يبقى انت كده ايه allowed. نفس الكلام عايزين نعمله هنا مش معقول نعمل الفانكشن دي لكل ايه رول. يبقى الحل ايه اول حاجه نسميها ايه بقى اوس جارد عشان ما تلخبطش. طيب وهنيجي هنا طبعا نسميها ايه بدل ادمن جارد ايه برضو هنا اسمها اوس جارد. متأكد امبورت طيب تمام كده. طيب الدنيا تمام ايه تاني وسكار جارد وساوند فين يعني انا سايب بس شو طيب. والحقيقة ان الاوس جارد دي كفانكشن هتستقبل الايه الرول زي ما الفانكشن بتاعت الميدل وير هنا استقبلت الرول. الرول ده جابته منين جابته قلنا مجموعة الراوتس دي الرول اللي اكسسها ادمن حددنا ادمن مجموعة الراوتس دي اللي يقدر يأكسسها برضو ادمن. اوكي فانت كده معاك الرول اللي تقدر تأكسس البتاع ده. فأي ريكوست يجي لمجموعة الراوتس دي هبدأ بقى ايه زي ما عملنا نتشيك الرول اللي يقدر يأكسس مع الرول بتاع اليوزر. يبقى نفس الكلام هنا هستقبل الايه
الرولز، وممكن تبقى رولز مجموعة كمان. يعني احنا هنفترض انه لستة من الرولز تقدر تاكسس الراوت ده، وفي مجموعة راوتس تانية، مجموعة رولز تانية ما تقدرش تاكسس الراوت ده مثلا. طيب لا، يبقى هنا في تغيير شوية في اللاين ده. بس ليه؟ انا عايز اتشيك اليوزر دوت رول هل هو موجود تبع الرولز اللي يقدروا يأكسسوا هذا الراوت ولا لا. دي الفكرة، دي الفكرة. يبقى فعليا لو رجع، يبقى هنعمل الكلام ده دلوقتي حالا هنا. لكن تعالى هنا، انت قلت له اوس جارد، ايه الرول بقى؟ خد بالك ان الفانكشن بتستقبل ايه؟ الرولز. فانت بتقول له مجموعة الراوتس دي ما يقدرش اكسسها الا مين. تيجي كده تقول له الراوتس، واللي هيأكسسها مين؟ لو دي بس ما ظهرتش معاك، تأكد انك كاتب دي صح. دي انت مش كاتبها صح، انت يعني ده الطريقة الصح اللي هي named argument. اوكي، rules دي الطريقة اللي بتبعت، اللي هو تعتبر كأنها one way binding يعني. تمام. طيب يمكن لأول مرة نشوف، انت كنت بتبعت أي حاجة من component تستقبلها في component تاني بال props لو تفتكر. هنا انت برضو متاح انك تكريت انت الاسم اللي انت عايزه. فكده انت كريت له rules، يبقى تعالى هنا على ال os guard function دي اهي، دي بتستقبل ايه؟ rules. فهنا هتلاقي فيه ايه؟ اهو rules. اوكي، وبعت له list of ايه؟ of ال rules بتاعتك. مين اللي يقدر يأكسس؟ ال admin. وممكن يكون رول تاني بقى بعدين في المستقبل، لكن for now مين اللي يقدر يأكسس هذه الراوتس؟ هو مين؟ الأدمن. فأنت طلبت الراوت ده slash admin dash home، اللي هيحصل ايه؟ انه هيعدي على ال os guard ومبعوت له هنا ايه؟ الرول admin. فهنتشيك بقى اليوزر دوت رول هل يساوي الأدمن ده ولا لا. هل اليوزر دوت رول included جوه الليست دي ولا لا، من ضمن هذه الليست ولا لا. لو من ضمن هذه الليست وفي توكن، يبقى ايه؟ كمل يا باشا، انت authenticated تقدر تكمل. لو لا، الرول مش هو من ضمن الرولز اللي محطوطة على هذه الراوتس، لا يبقى انت كده واحد تاني ومش صح. يبقى اول حاجة هنا هنتشيك ايه باختصار؟ التوكن. if not token، يعني ايه في نت توكن؟ يعني انت اصلا مش ايه، لو انت اصلا مش لوجد ان باي رول اصلا، يبقى تقدر تاكسس هنا؟ ده لازم يكون ادمن ولوجد ان. يبقى اول حاجه هنعملها ايه؟ ريتيرن على طول ريدايركت، اللي هو نافيجيت تو مثلا ايه، لوجن سلاش لوجن، روح لوجن الاول إذا كان أنت أصلا مش داخل. طيب else، طيب الحقيقة else دي بتقول لي إيه على طول؟ ابدأ check هل اليوزر دوت رول موجود بقى هنا ولا لأ. أوكي طيب، يبقى الكونديشن بتاعي هنقول له return ونكتب الكونديشن بتاعي. طيب ايه الكونديشن؟ اما انت في الاخر هترجع حاجة، الكونديشن بتاعك ايه هنا؟ طيب الاول ان اليوزر دوت رول موجود ايه؟ included في الليست دي، فهنقول له list دوت find الليست دي find فيها الايه؟ اليوزر دوت رول. لو لقيته يبقى بترو، ما لقيتوش يبقى false. يبقى الرولز اللي هي الليست بتاعتي تبعتها كليست هنا، خد بالك اهو كاراي دوت ايه فايند، فايند دي هترجع ايه؟ هترجع الايتم نفسه، يعني هترجعه او نل. ما هو نل يعني فولس، ولو رجعت فاليو يبقى كانها ترو يعني. اوكي طيب، find دي في الاول وفي الاخر هي ايه؟ for loop. كأن في كل iteration ب
باخد رول من الليستة دي وقارنها مع مين واتشيك هل اليوزر دوت رول يوزر دوت رول دوت includes هذا الرول، كأنك بتماتش بقى رول رول من هنا مع اليوزر ايه رول. اوكي طيب، او ممكن تقول على طول يوزر دوت رول هل ايكوال ايكوال الرول، ماشي اي واحدة من دي تنفع يعني. اوكي طيب، الكونديشن ده نتيجته ايه؟ يا ترو يا فولس. لو ترو يعني الرول عمل ماتشنج مع الرول المكتوب هنا، يوزر رول عمل ماتشنج مع الرول اللي هنا، يبقى قلنا ايه اوت ليت، سيب الايه الريكوست يكمل طريق. لو لا يبقى النافيجيت لمين لمين؟ دي مشكلة، دي مشكلة. انت دلوقتي هي مش مشكلة يعني قوي، لكن انت دلوقتي لو نرجع للصورة دي، انت بتقول له لو انت تمام كمل للراوت اللي انت عايزه. طب لو انت مش تمام، يعني لو انت برول مختلف، ارجع للهوم بيج بتاعت الايه الرول بتاعك. ما انا ما اقدرش اريدايركت لللوجن، لان هو اصلا لوجد ان بس برول مختلف. من الفكرة هو لوجد ان بس برول مختلف، برول مش انكلودد تبع اليوزر بتاعنا ده، يعني يوزر داخل برول مختلف، فما اقدرش اعمل له ريدايركت لللوجن، يبقى بستعبط. اعمل له ريدايركت للهوم بيج بتاعته لان هو اصلا لوجد ان. طب اجيب منين انا؟ مش عارفني، ما ممكن يبقى ستودنت، ممكن يبقى بروفيسور مثلا، يعني مش عرفني هو مين الرول بتاعه. فهنا نقول ايه، دي ميزة ان انت ممكن توحد مثلا او سلاش ادمن هوم سلاش ايه بروفيسور دوت هوم، يعني موحد. فانت هتخلي دي مين؟ انت برضه هتعرف منين؟ ما انا اليوزر لوجد ان ده انا عارف ان هو ما ينفعش اكسس الراوت بتاعي، لكن اليوزر دوت رول معايا. فانت هتقول له نافيجيت من الاخر، نافيجيت لايه زي ما اقول لك تو، ما اقدرش اقول له سلاش لوجن. طب سلاش ايه؟ هو مش ادمن الباشا، مش ادمن، بس ممكن يبقى بروفيسور او ستودنت. يبقى هجيب الرول بتاعه منين؟ من اليوزر ذات نفسه اللي جاي لي، ما ده اليوزر لوجد ان. هقول له ايه؟ يبقى نفتح بدل كده، نفتح ايه باكتك ونقول له ايه، نكتب الـ يعني هو المفروض بروفيسور يعني، فان ايه هنقول له دي داش هوم، داش هوم ثابت. اوكي بس الاول هنقول له دولار ونقول له يوزر دوت رول سواء بقى بروفيسور او ستودنت، وبعد الحتة دي داش هوم، داش هوم ايه ثابت. اوكي كده يبقى انت كده بتريدايركت الراجل على ايه، على الهوم بيج بتاعته. يعني هو كان واقف في اي بيج من تبعه وحاول ياكسس لينك مش تبعه، فقلت له ايه لا ارجع تاني للهوم بيج بتاعتك. اوكي احسن ما اوديه لللوجن وهو اصلا لوجد ان، فاهم الفكره؟ طيب لو ناخد بالنا بس اليوزر دوت رول بيبقى كابيتال، فانت ممكن تقول له دوت ايه اللي هو تو لور كيس مثلا. اوكي هي كده كده تشتغل، بس يعني نفسيا يعني لو انت ايه حاسس ان طيب خلينا نجرب، خلينا نجرب كده. يبقى انت تقدر تستخدم نفس الاوس جارد ده على الايه، على البروفيسور، بس هتقول له اليوزر اللي يقدر ياكسس ايه بروفيسور. فتعالى سريعا بقى، ادي الراوت، ادي الجارد بتاعي،
element وناخد اللاين اللي فوق ده بس هنا ايه بروفيسور. طيب الشيلدرن بتوع مين بقى؟ ايه الراوتس اللي انا هحميها؟ هو مفيش غير راوت واحد غلبان يا عيني اللي هو ده، هنحطه بس الرولز المرة دي ايه بروفيسور، فهتشيك اليوزر انه نفس الفكرة خلاص. طيب تعالى ايه نجرب ولا ايه؟ خلينا نجرب ده ايه، خلينا نقول لوج اوت. تعالى نأكسس ادمن هوم، مفيش، خلينا نفتح دي معانا عشان لو في ايرور يطلع لنا على طول. اوكي طيب لو لو بروفيسور برضو مرضيش لان دي انت مش لوجد ان. طب تعال لوج ان بقى كايه، ندخل كادمن كده ادمن اهو انا ادمن. تعال اعمل ايه، ادخل على بروفيسور. ايه اللي المفروض يحصل لو دوس انتر؟ مفروض مفروض يروح للراوت ده بتاع وهيلاقي انه ما يقدرش اكسس غير بروفيسور، لكن اليوزر الرول بتاعه ايه ادمن، فهيريدايركت لمين؟ للهوم بيج بتاعت مين، بتاعت اليوزر اللي انا لوجد بيه ايه اللي هو مين ادمن، فيرجعني تاني لصفحة الايه الادمن اهو. شوف مرضيش يدخل على البروفيسور، في بس مشكلة بسيطة اللوجن. انت تقدر ايه تلوجن كده، لو دوست لوجن هيجي لك الراوت ده، انت عايز ولا اللوجن ولا الريجستر يظهروا لأي يوزر اوثنتيكيتد، اي يوزر عمل لوجد ان ما ينفعش يظهر له اللوجن والايه والريجستر، اللي هي العكس يعني عكس اللي احنا عملناه. فلا يعني عشان ما صعبش الدنيا عليك، انت ممكن تبقى تعالى فين الراوتس اهي، ادي اللوجن والريجستر، هتعمل عليها جارد تاني، ده ممكن تعمل له جارد لوحده لو الدنيا صعبة، لكن انا حقيقة هو الموضوع بسيط. فانت كل اللي هتعمله انت هتتشيك ايه، ان لو في توكن اعمل ايه، يعني لو حد طلب يأكسس لوجن او ريجستر وفي توكن يعني لوجد ان، فلا هيريدايركت للايه لليوزر هوم بيج. طيب لو مفيش توكن وحب يلوجن او يرجستر لا يقدر يأكسسه عادي. اوكي ده الجارد اللي هيتحط عليه، لكن فعليا انا هخلي نفس الجارد يعني بصعب الليفل شوية انا عارف، بس ايه اللي منكم مش مستريح للطريقة دي ممكن يعمل جارد مختلف وخلاص. اوكي طيب والتشيلدرن بتوع، شوف يبقى كل الراوتس بتاعت كده محمية بجارد. اوكي فين التشيلدرن هنا، تعال خد اللوجن والريجستر. فانت عشان ننظم الدنيا كده مع بعض، ادي الاب جواه اول جارد، جارد مثلا ده جارد ايه لللوجن والريجستر. اوكي ده الجارد الاولاني وبيحمي مين اللوجن والريجستر. طيب عندي جارد تاني بيحمي مين، بيحمي الراوتس بتاعت الادمن، يبقى ممكن نقول له هنا جارد فور ادمن. طيب الجارد الأخير بيحمي البروفيسور، فنقول له جارد فور بروفيسور، بروفيسور لينكس يعني، وهنا ادمن لينكس، وهنا يعني جارد للايه للمفيش هنا. يعني انت هنا هي هنا الفكرة انك هتبعت له هنا، انت مش عايز ولا رول يقدر يأكسس طالما يقدر يأكسس اللوجن والريجستر طالما هو ايه اوثنتيكيتد او لوجد ان. اوكي فانت هتبعت في الرول هنا ايه، مش هتبعت حاجه، وهنا هتتشيك انت عايز العكس، فبنقول له
لو ما فيش توكن، هو لو ما فيش توكن وانت عايز تاكسس اللوجن والريجستر تقدر ولا ما تقدرش؟ ها المفروض تقدر. طيب ما ده اللي احنا هنعمله، ان احنا هنيجي هنا لو ما فيش توكن هتعمل ايه؟ انت لحد دلوقتي مش عارف انت طالب انهي راوت، لان الجارد بقى على كل الراوتس، فانت هتتشيك لو اللينس بامتي يبقى انت كده طالب ايه؟ لوجن وريجستر، وهو مفيش توكن يبقى اوتلت على طول. تعالى نكتبها دي، يبقى خلينا ناخد دي كده كوبي، وتعالى نكتب سوري، وتعالى نكتب الكونديشن بتاعنا. الكونديشن ايه؟ نشوف الرول ده امتي ولا لا، الليسته دي فاضيه ولا لا. كل الجاردز الباقيه لسه مش فاضيه، فاضيه فين بس؟ فاضيه عند اللوجن والريجستر دي. فمعنى ان فاضيه معناها انك بتحاول تلوجن ايه، بتحاول تلوجن او بتحاول ريجستر. طيب انت الكونديشن ده كاتبه ايه؟ ونو توكن، لو مفيش توكن اصلا، مفيش توكن وانت بتحاول تاكسس اللوجن والريجستر يبقى ايه؟ يبقى تقدر. اوكي. طب لو الاراي مش يعني لو الاراي مش فاضي، يبقى انت بتحاول تاكسس اي راوتس تانية غير اللوجن والريجستر. طب بتحاول تاكسسها والتوكن مفيش، يبقى لا طبعا مش هتوافق، هتعمل ريدايركت لايه؟ للوج مثلا. فتعالى نكتب بقى الكلام اللي بنقوله ده، لو شايفها صعبة اعمل جارد مختلف وخلاص. اوكي تعالى هنا هنقول له الكونديشن بتاعنا، لو الراوتس سوري الرولز دوت لينث equal 0، يبقى انت كده بتحاول تاكسس ايه؟ لوجن او ريجستر. يبقى اعمل ايه؟ كمل. عادي. ليه كمل عادي؟ لان مفيش توكن. ما هو الطبيعي بتاكسس الراوتس بتاعت اللوجن والريجستر لو مفيش توكن، لو انت مش لوجد ان. اوكي يبقى اوت لت، يعني كمل طريقك، يعني روح لفانكشنز الايه. طيب لو لا دي معناها ايه؟ ان الرولز دوت لينس مش فاضي، يعني مبعوت هنا ايتم في الاري ده اهو، يبقى انت اكيد ما بتحاولش تاكسس مين؟ اللوجن او ريجستر. طيب يبقى انت بتحاول تاكسس اي بيج تانية المفروض ان هي اوثورايزد وانت مفيش توك، يبقى اكيد مش هوافق. يبقى كده هتقول له ايه؟ كده هتقول له هنا نافيجيت لمين؟ لل لوج. تعال نجرب اخر نقطة دي ونشوف احنا كده تمام ولا فيها مشكلة. انت كده لوجد ان، تعال كده اكتب له لوجن، وخلينا برضو عشان لو في ايرور يكتب لنا هنا مرضيش. اوكي تمام، يبقى لوجن هنا مرضيش. ليه مرضيش؟ لان انت اصلا مش هتدخل جوه الاف دي، انت دخلت جوه الالس. اوكي لان في توكن. جميل. طيب حلو قوي كده، فهمنا الفكره. طيب لكن لو عملت لوج اوت اقدر اكسس اهو اللوجن والايه والريجستر، مفيش اي مشكله. ليه؟ لان انت بتقول له عايز اكسس اللوجن والريجستر، فهتلاقي الراوتس دوت ايه الرولز دوت لينث بزيرو، لان هيتبعت لك هنا array فاضي، فتقدر تقول له outlet. اوكي قول له outlet. ماشي. admin home still ايه مش قادر تعرف. اوكي كده ماشي، احنا كده خلصنا كل حاجة متعلقة بالاوثنتيكيشن من الالف للياء، الباقي ايه؟ هو فيديو واحد بتاع اليوزر. لو دخلت هنا هتلاقي نجيت نليست اول، ودي سهلة هنا، فالمفروض طبعا يعني احنا هنا كتبنا الفانكشنز للايه، كتبنا الكراد اوبريشنز في الباك اند عندي للديبارتمنت واليوزر تايب. احنا هنعمل سريعا للاوس، ممكن نعملها على اي تيبل يعني، لكن هنفترض ان هنليست اول يوزرز، وهنعمل ايه؟
مش هنعمل ابديت الحقيقة، هي عاملة زي الريجستر يعني. هنعمل بس الايه ال list all users وفلتر، يعني هنسرش بمثلا مين البوزيشن والديبارتمنت. اوكي تقدر تسرش بده او بده، ومش لازم كل الكلمة، جزء منها كافي. اوكي واخر حاجة جيت اول وفلتر، وتقدر ايه تعرض وان يوزر، بيانات وان يوزر. لو ابديت هتعرض بيانات وان يوزر وتابديت، فخلاص الابديت شفناها في الريجستر. اوكي شكرا.